السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رحاب الهواري زوجة المهندس مراد محمد حامد، تم احتجازه في دبي يوم 19/12، ومن هذا التاريخ إلى الآن لم أعرف عنه أي شيء، ولا اتصل بينا ولا كلمناه ولا نعرف هو فين. بعض الناس في السفارة المصرية هناك في دبي قالوا ان هو محتجز في ابو ظبي، لحد من حكام الامارات في ابو ظبي او في دبي او المسؤولين او في الشرطة قالوا لنا زوجي فين او ايه سبب احتجازه. فأنا بناشد حكام الإمارات وبناشد يعني الشيخ محمد بن راشد المكتوم والشيخ محمد بن زايد والشيخ خليفة، بقول لهم أرجوكم خلوا زوجي يكلمنا نطمن عليه نشوف أحواله إيه، إيه سبب احتجازه، بعدوا عننا السبب إيه. أنا أولادي يعني مش عايزة أقول إن هم بدأوا يتعرضوا لبعض أمراض اكتئاب بسبب بعض والدهم، لأنهم عمرهم ما بعدوا عنه، وبقالنا 7 سنين او 8 سنين متواصل مع بعض، بننزل سوا وبنرجع سوا، فالاولاد في حاله صعبه جدا. فانا بناشد كل الحكام اللي احنا نعرف عنهم اللي عشنا معاهم 18 سنه، عمري ما زوجي عمل حاجه غلط او كان في مشكله عنده، وكان لسه مجدد رخصه الشركه بتاعته، صاحب شركه مقاولات في دبي، في شهر 8 اللي فات، في رمضان اللي فات قبل ما ننزل على طول. يعني معنى كده انه ما كانش عنده اي مشكله في اي حاجه، وهو سافر فقط يوم 25/11 اللي فات ده علشان يخلص بعض اوراق او بعض متعلقات الماليه بتاعته في الشركه، وكان راجع يوم 19/12، يعني ما قعدش تقريبا اكتر من 20 يوم. يعني ايه اللي هيكون عمله؟ ما عملش حاجه في 18 سنه اللي عشناهم في دبي، هيكون عمل حاجه في 20 يوم؟ احنا يعني بصراحه احنا والاسر كلها الأزواج اللي معتقلين أو محتجزين في دبي في حالة صعبة جدا، إحنا وأولادنا. يعني أنا عايزة أقول لهم، أناشد كمان الحكام الإمارات وأقول لهم أنتوا ما حبستوش أفراد، بالعكس أنتوا حبستوا أسر كاملة بآباء بأمهات بزوجات بأولاد بأطفال. يعني إحنا في مأساة شديدة جدا، وأرجو إن من الشعب الإماراتي بنوصل كلمتنا لحكامهم ويقول لهم ارجوكم بلاش كده، يعني بلاش الطريقه دي في التعامل، فلو سمحتوا ارجوكم ادونا مساحه ان احنا نكلمه نطمن عليه، حد يرد علينا يقول لنا ما هي مشكلته، هو فين، اخباره ايه، عامل صحته ايه. انا والده تعبان ومريض ومرضه زاد بسبب اللي حصل له ده كله. فيعني من فضلكم، أنا بناشد كل القنوات، بناشد كل الناس، بناشد كل منظمات المجتمع المدني إن هم يقولوا لنا يساعدونا، لو في إيدهم أي حاجة يخلوا الإمارات ترد علينا، ده لحد دلوقتي مفيش أي رد، مفيش أي حاجة، الزوج ده راح فين؟ أرجوكوا أرجوكوا حد يرد علينا، وأشكركم جدا والسلام عليكم.